شفت كيف قاعد يبص في وشوشنا ويقول ان ابوه مات في حادثه؟ يا راجل احسن الظن بيه، امه كانت ست عاقله وخبت عنه. لو خبت امه عنه اخوه ما يخبيش. اخوه نفر عاقل. اخوه سماوي هرب من السجن وسافر على بره. والله خبر موته نزل على قلبي ما يسجع. هو شاب مليح وزين، صعب على جميلة لما عرفت انه وحداني. جميلة درينا بالدور وش دراها، هي مشغولة بمذاكرتها وجامعتها. امانة عليك خلي قلبك يصفاله. المثل بيقول حرص من صاحبك ولا تخونه، والمثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. قصدك ايه؟ عشان لا قدر الله لو مكتوب له يعرف الحقيقة يبقى يعرفها وهو مناسبك وانت جد ولاده. جوزته البنت وخلف منها كمان قطيعة تقطع النسوان وشورتها. صباح النور. على فين بدري كده؟ تحب تتفسح معايا؟ قوي. تعرف ان ليلة امبارح اول ليلة انام فيها وانا فرحانة؟ هي سهرة كانت بسيطة بس حسيت ساعتها ان انا انسانة. ما تتصورش الملل اللي انا عايشاه في البلد دي، الناس هنا بتنام من المغرب زي الفراخ. لا ده كان زمان، لكن دلوقتي اكيد الحال اتغير لما دخلت الكهرباء. دخلت الكهرباء والناس برضو بتنام من المغرب. انت ناسي المطاريد؟ انا مندهش، مفيش حد قادر يوقف المطاريد عند حدهم. البوليس بيعمل ايه؟ انا قابلت ضابط النقطه شكله مش ناوي يعمل حاجه. هنا مفيش حاجه بتتعمل، حتى الساعات ما بتمشيش. بص كده على عقرب الثواني هتلاقيه ماشي بتلكع. الحاجه الوحيده اللي بتتعمل هنا الخلفه، الناس هنا بقى بيخلفوا حلو قوي. وانت ما فكرتيش تساعديهم؟ اساعد مين؟ اهل بلدك. لو فكرت تعملي شيء يفيدهم بالتاكيد ساعتها مش هتحسي بالملل، وهيبقى لحياتك هدف. انا عندي هدف، لما اتخرج ان شاء الله بابا هيفتح لي عياده في باب اللوق، ساعتها ممكن اكون دكتوره مشهوره. هو باب اللوق ناقص دكاترة؟ أهل بلدك أولى برعايتك. كلامك ده جميل بس أنا للأسف مش متفقة معاك. أنا بقى عكسك تمام. يا بوي مش فلي إله إلا الله. أجيب لك شوية ماي أخوي؟ لا كابوس ونزاح. في شيء شغل قلبك وراقد على صدرك؟ بياكل كبد الديب وقلبه. ما تخلكش الشاي اللي يخوفني. رايح فين يا ابو رجاله؟ عشان لو رجاله صحيوا سالوني عليك يا اخوي. راجع قبل ما ينام يا ابو. جيت لك في وقت صعب. من حاجتك ما تجابلنيش. انا عمري ما قفلت باب في وش مريض. اتفضل.
تقدر تعالج القلوب يا دكتور. انت بتشتكي من القلب؟ من الهم اللي فوق القلب. ولا يهمك، خير ان شاء الله. تفضل هنا لو سمحت. لا انت نبضك سليم وقلبك زي الحديد، بس انت موهوم شوية. اتفضل. الله يريح قلبك يا دكتور. اقبل مني دول. ايه دول؟ اتعابك. بس ده كتير، ده كتير قوي. مش كتير عليك لما قامك عندي. لا بس انا ما عملتش حاجة علشان استاهل ده كله. انا ليه طلب عندك، لو حققته اخرج من عندك مجبور الخاطر. أؤمر. ابعد عن الرشايدة. انت نظيف القلب واليد، وهم ناس وسخ وعفاشة، يتفت سلم على نفر منهم عشان يسيب في يدك اثر من وساخته. ورحمة اخويا، لولا انك في بيتي انا كنت رديت عليك الرد اللي تستحقه. يعني بالله اني صادق في كل اللي قلته. انت مين؟ يا ريت تعفيني من السؤال ده. علشان اصدقك لازم اعرف انت مين. اوزن الكلام بصرف النظر على اللي جايله. بعد اذنك يا دكتور سامي. ما دمت عارف اسمي لازم اعرف اسمك. اسمي عابر سبيل. تفضل دكتور. تفضل يا دكتور. اوعي يا ست، اوعي اوعي. تفضل دكتور. بنتي اللي ماليش غيرها. الحقنا يا دكتور. ابو سيدك. الحقنا يا دكتور. هنا. طمني يا ست ان شاء الله. اتفضلي بره وقولي لي شويه ميه لو سمحت. قلت لك حاجه ساعه. فين الدكتور؟ اتفضلي. انا جبت العربيه عشان ننقلها المستشفى في البنطا. مش هتستحمل الطريق، انا هضطر اولدها هنا. وانت ممكن تساعديني؟ البركة فيك. انتوا ليكوا اعداء في البلد؟ المطاريت. مفيش اعداء غيرهم؟ ناس بتكرهكم مثلا؟ معرفش، بتسأل ليه؟
عاوز اعرف كل حاجه عنك. ليه؟ اصل اول ما جيت البلد حسيت اني هلاقي فيها نفسي. ولقيتها؟ لقيتك وحبيتك. وانتي؟ انا مستغربه قوي، بتفتحني بحبك بكلام عن الكره والعداوه. اعذريني، اصل في حد حذرني من الرشايده، وانا يهمني اعرف حقيقه نسايبي. لو بتحبني بجد ما يهمكش كلام اي حد تسمعه من بره. انا اسف، هشوفك تاني. هفكر. اهلا اهلا، اتفضل يا اخويا. اهلا يا عمر. مبروك. اهلا بيك. اتفضل يا عمر. مبروك يا رجاله. اهلا بيك. يا رشيدي يا رشيدي، ده ايه اللي جابك وشكلك العفش ده؟ انت فين يا رشيدي؟ واي انت لسه عايش؟ يعني جاي عشان اخد من معطاك مراش. دي اللي قدرت عليها؟ انت متقطع من لحمك؟ انت اشحال ما كنتش بتزرعه؟ خش جوه. فين يا ولد؟ على الشرف على التبان. ايه؟ لفيني بالشوم يا اخويا، لفيني البندقية يا ولد. قلت يا هاشم،